خبرة المشتركين تتزايد كل جولة نتيجة التمارين والممارسة العملية، وكمان خطط المانجرز اللي طلعت أفضل ما عندهم وبينت نقاط الضعف. وحفل بداية الجولة الرابعة أثبت هالشيء بعد ما سوى حمدي وحسن تشكيلة ثنائيات وثلاثيات دوخت حتى الفرقة الموسيقية. برايم رقم 13 يعني الوقت تتعدى بسرعة بسرعة كل برايم تغمض عينك تتعدى البرايم اللي بعده. البرايم ده هو أول برايم في الجولة الرابعة والحمد لله كلنا مرتاحين. فاليوم مش نكونوا مرتاحين برش على خاطر فما حتى واحد في فريقنا ومازلنا مع بعضنا إن شاء الله. يوم لطيف يوم خفيف كل ديو وتريو. كلنا فرحانين من غير ستريس مش نطلعوا الغنية إن شاء الله فرحانين كل. قاضي فلسكي يكتب الغنية متاعه فيه. أنا في وقت اللايف ما منقدرش نطلع تليفوني فضروري خصني شي حاجة باش نتفكر الكلمات ديالي. إن شاء الله الجمهور ما يلاحظش. اليوم في حدا كتير عزيز على قلبي إجا يحضر البرايم وجاي من آخر الدنيا واللي هو خيي رامي. مبسوط إنه هلا عم بحضره لايف وعم بقدر يكون حده معنويا أقدر أدعمه. Good luck. جهزوا نفسكم لأنه غيكون برايم مولع. قبل ما نبدأ حفلنا ودي أتحمد بالسلامة لزينب اللي كان المفروض تشارك معانا اليوم بالديوز والتريوز بس تعبت شوي ووصاها الدكتور إنها ما تغني ما تشوفين شر يا زينب ومكانك خالي. مين الديوز اللي بيشاركون الحين؟ العزيز ونور تونس رايحين على تونس على طول. توجي دوري أنا وعزيز باش نغنيو إن شاء الله تعجب الناس وإن شاء الله تعجب الشعب التونسي والشعب العربي. مخو شوية في خاطري على الغنية خاطر مازلت مانيش فاهم كيفاش هما باش يحبوا يقدموها خاطر أنا نعرفها شعبية وإن شاء الله باش نكسر الناس. الله عليكم يا نور وعزيز. تفضل حسن. يعطيكم ألف عافية. الفن التونسي الجميل والأداء التونسي الرائع اللي قدمته يعيشك. هل أقدر أقول لك غنية كانت حلوة؟ دخلت الكلام الشعبي في الكلام التقليدي في الكلام الخليجي مع بعض وما كانت حلوة. كان لي أول مرة أني أغني مع عزيز خاصة أنا غنينا غنية تونسية. حسيت أني عجبت الناس في الجمهور ولكن إن شاء الله تعجب الناس بصفة عامة. الحفل المباشر بدأ بقوة مع ديو تونسي